السلام عليكم، أهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب المعاصر تاني إعدادي الوحدة الثالثة الدرس الخامس والسادس من صفحة 156 ل 178. انتظرونا. صفحة 156. 1. This story isn't true. هذه القصة ليست حقيقية. So it's فإنها إيه؟ false، مزيفة، ملفقة، غير حقيقية. صفحة 157. 2. To get the name of a person، الحصول على اسم الفاعل، from the verb، من الفعل manage بمعنى يدير، we add، نضيف لها ايه؟ er، طبعا بنحذف ايه؟ الاي، عشان تبقى manager، مدير. 3. This scientist، هذا العالم، is famous، شهير. This means he is، معنى كده ان هو popular، معروف يعني مشهور وكده. 4. كلمات ايه؟ modern يعني حديث، and ايه؟ have the same meaning، يدو نفس المعنى، وكلمة new يعني جديد. 5. to get the adjective، للحصول على الصفة، من كلمة hero بمعنى بطل، we add the suffix، نضيف لاحقة يعني حروف تضاف لنهاية الكلمة IC، عشان تبقى heroic بمعنى بطولي. صفحة 162. 1. the streets، الشوارع، would be terrible، سوف تكون ايه؟ سيئة، without، لو ما كانش فيه، rubbish collectors، جامعي القمامة. صفحة 163. 2. not help us، بيساعدونا، to keep our city clean، عشان نحافظ على مدينتنا نظيفة، لما منظفي الشوارع، street cleaners. 3. A doctor's work، عمل الطبيب is really، بيكون فعلا ايه؟ They fight diseases، هما بيحاربوا من الأمراض، in hospitals، في المستشفيات، to help patients، لمساعدة المرضى، فالعمل ده بيكون heroic، بطولي. 4. نور الشربيني won، نور الشربيني فازت بإيه؟ بطولة العالم يعني الاسكواش، تبقى الإجابة championship، بطولة، سنة 2020. 5. My sister will join، يعني أختي سوف تلتحق بي، the faculty of كلية إيه؟ She wants to help doctors، هي عايزة تساعد الأطباء، هتلتحق بكلية nursing، التمريض. 6. What is the not idea of the story، ما الفكرة الإيه للقصة؟ الفكرة الرئيسية مين؟ 2. Did you used to be the، هل اعتدت انك تكون ايه؟ نقط of the football team، للفريق الكرة، الكابتن، كابتن. 8. She always tells me that، هي دايما بتقول لي، not is very important، يكون ايه؟ مهم جدا، اللي هو التعليم، education. 9. تامر نقط me to his parents، يعني تامر ايه؟ لوالديه، during his birthday party، اثناء حفلة عيد ميلاده، قدمني لوالدي، introduced. 10. I went to the museum، يعني أنا ذهبت المتحف، and saw many، وشفت كثير من إيه؟ نقط of ancient Egyptian kings، للإيه؟ الملوك المصريين القدامى، شفت تماثيل ليهم، statues، هناك. 11. كلمة ancient بمعنى قديم، is the opposite of، هي عكس كلمة قديم، عكس modern، حديث. 12. When you are afraid، لما تكون خايف، that something bad could happen، شيء ما سيء يحصل، then you are، فمعنى كده انك ايه؟ scared، خائف، مرعوب. 13. not is a person، دي ايه؟ يعني شخص، whose job، اللي وظيفته، is to organize people، ينظم الناس، in a company، في شركة، او ايه؟ عمل تجاري، اللي هو manager، مدير. صفحة 164. 14. نقط is very brave، يكون شجاع جدا، or great، أو عظيم، يعني بطولي، heroic. 15. What is the reason، reason تاخد حرف الجر for، ما السبب أو المبرر، for coming late، إنك بتيجي إيه؟ coming home late، تيجي المنزل متأخر. 16. I don't understand، أنا مش فاهم، so can you tell me the question، ممكن تقول لي السؤال ده، in not words، بكلمات أخرى، بطريقة تانية يعني، in other words، يعني بمعنى آخر يعني.
صفحة 165 أول سؤال ده listening استماع، تاني سؤال محادثة نفهمها كويس. سلوى is asking هدى، سلوى بتسأل هدى عن street cleaners منظفي الشوارع. سلوى بتقول what do you think of street cleaners، ما رأيك في منظفي الشوارع عمال النظافة؟ تقول لها ايه من الكلام هنا؟ ان هم اعتقد ان هم ابطال. I think they are heroes، اعتقد ان هم ابطال. بنقرأ المحادثة كلها الاول قبل ما نحل. اتنين سألتها سؤال قالت لها I mean انا اقصد by heroes ان انا بقول ايه ابطال، that they do something useful، يعني يقوموا بشيء ما مفيد. هتقول لها ماذا تقصدي؟ What do you mean؟ وبعدين قالت لها Why do you think so؟ لماذا تعتقد ذلك ان هم ابطال وبيكونوا شيء مفيد؟ عشان طبعا ايه هما بيعملوا بجد، because they work hard، يعملوا بجد. او اي اجابة مناسبة تانية ايه تناسب معنى المحادثة عادي يعني. سلوى سألت سؤال هدى وقالت، ردت عليها يعني we should encourage، يجب نشجعهم and give them more money، ونعطيهم مزيد من المال. تقول لها ماذا يجب ان نفعل لهم من اجلهم؟ ماذا what؟ ونقدم فعل مساعد should، what should we do، ماذا نفعل، يجب علينا ان نفعل، for them من اجلهم. فتلا اعتقد ان الفلوس ليست كفاية يعني not enough. تقول لها اتفق معك I agree with you. طبعا المحادثة بقى فيها اجابات كتير بس تكون مناسبة للمعنى. سؤال اختياري واحد there was a، كان في ايه، نقط emergency بمعنى حالة طوارئ، and many people were in hospitals، وناس كتير كانت في المستشفيات، حالة طوارئ صحية health. اتنين some people think that rubbish، يعني ايه بعض الناس يعتقدوا ان ايه للقمامة، نقط can be heroes، ممكن يكونوا ابطال، جامعي القمامة collectors جامعي. صفحة 166 3 teachers المدرسين والاطباء والممرضات and other jobs والوظائف الاخرى are useful for our، بتكون مفيدة لإيه؟ society مجتمعنا. أربعة last week الأسبوع الماضي there was a big fire، كان في حريق كبير but the brave، ولكن إيه الشجعان نقط stopped it، أوقفوا الحريق ده، firefighters رجال الإيه الإطفاء، رجال المطافي. خمسة the topic should، الموضوع يجب إن هو إيه نقط the main idea، الفكرة الرئيسية للباراجراف، يعني الجملة الرئيسية دي يجب تحتوي على include، تحتوي على الفكرة الرئيسية للباراجراف. ستة طارق نقط بيتر، مع بيتر بنستخدم got، يعني طارق اتحسن. سبعة what is the نقط for، يعني ما ايه السبب for the fire، الحريقة اللي في الفندق reason، reason تاخد حرف الجر for. 8 are you taller، taller دي صفة مقارنة يجي بعدها than، هل انت اطول من اخوك. 9 my grandfather، جدي نقط فوتبول، when he was young، لما كان صغير، اعتاد على شيء في الماضي لا يحدث الان، used to play، اعتاد يلعب كورة لما كان صغير. 10 مباشرة هنا ده سؤال استفهام بهل did، صح كده، يبقى نعيد الفعل الايه لمصدره، برافو عليك، هتبقى جو. التلاتة التانيين دول طبعا ده تصريف تالت، ده في اس وده ماضي، طبعا دي ايه تصريف تالت. السؤال اللي بعده الاجابة جاهزة، نعرف سبب الاجابات. واحد في هنا اجو تدل على الماضي البسيط، عشان كده visits هتبقى ماضي بسيط visited. اتنين didn't نعيد الفعل لمصدره used، هتبقى use. تلاتة ما نستخدم did كفعل مساعد، نعيد الفعل اللي هي المصدره found، تبقى find زي اللي فوقيها، استفهام بهل بدد، صح كده، نعيد الفعل اللي مصدره used تبقى use. صفحة 170 ودي الصفحة اللي بالعرض، طبعا الكتابة ايه حجمها صغير، فاحنا جهزنا الاجابات على طول، بس لازم نحل الاول قبل ما نشوف الاجابات دي. ادي اجابات الاختياري عشان نستفيد. اختياري وبقيتهم هنا، بعد كده ده سؤال التصحيح. واحد هيبقى don't، اتنين had عشان في yesterday، تلاتة became
أصبح عشان إيه بقول في سنة 2004 تبقى ريد عشان تبقى ماضي، 5 didn't used to، الباقيين واضحين مفيش حاجة إيه مش واضحة. نحل الأول عشان نستفيد وبعدين نشوف إيه إجابتنا نتأكد منها. صفحة 171 التست على الوحدة الثالثة، أول سؤال هنا listening استماع، السؤال اللي بعده محادثة نفهمها كويس. ندى استيلينج إيمان، ندى بتقول لإيمان what she did، ماذا هي فعلت في نهاية الأسبوع الماضية. إيمان بتقول what did you do، ماذا فعلتي last weekend في نهاية الأسبوع الماضية. مش هقول أي إجابة من المحادثة هنا، هي لعبت إيه ألعاب فيديو مع أخوها. هنقول هنا I played video games with my brother. قالت لها does your brother love video games، هل أخوك بيحب ألعاب الفيديو؟ طبعا، يبقى yes he does. ثالث سؤال قالت we played them at home، لعبنا الألعاب ديت في المنزل. هتقول لها أين لعبتم؟ أين where. وبلايد ديت ماضي بسيط آخرها ED، نستخدم فعل مساعد did ونحول we إلى you بمعنى أنتم، ونعيد الفعل المصدر وتبقى play. where did you play them؟ إيمان قالت did you enjoy playing، هل استمتعت باللعب؟ هتقول yes I did أو yes of course، أي إجابة مناسبة عادي يعني. إيمان قالت حاجة كده، ندى قالت شور بالتأكيد we will be happy، سوف نكون سعداء. هتقول لها ممكن ألعب معاكم، can I، هل يمكنني play with you، إن أنا ألعب معاكم. سؤال القطعة نقول فكرتها، يجب كلنا نكون فخورين بدكتور مجدي يعقوب، تولد سنة 1935 في بلبيس، ولكن أسرته اعتادت أنها تسافر لأماكن كتير لأن والده كان إيه بقية القطعة صفحة 172، لأن والده كان طبيب مشهور ومعروف وكده. دكتور مجدي يعقوب أيضا إيه أصبح طبيب، قبل ما يتقاعد يتوقف عن العمل سنة 2001 اشتغل في مستشفى خاصة في لندن. في المستشفى دي وساعد to give people يعني نقل ايه قلب او زرع قلب يعني for the first time لأول مرة. قبل سنة 1980 قبل الثمانينات الاس دي معناه الثمانينات، الناس اللي كان عندهم امراض قلب كانوا ايه في الغالب بيموتوا. لكن في سنة 2009 دكتور مجدي يعقوب بدأ ايه جمعية خيرية لعلاج الاطفال المرضى مرضى القلب يعني في اسوان. فالاطفال اللي كانوا ايه مرضى جدا كانوا طبعا ايه كانوا اعتاد ان هم ايه ما يعيشوش وقت طويل، ولكن دلوقتي بقى ايه كثير من الاطفال المرضى ممكنهم يعيشوا هي حياة صحية بسبب العلاجات والايه العمليات الجراحية. اسئلة القطعة، واحد هي عايد على مجدي يعقوب، 2 special يعني ايه خاص not usual مميزة ليست عادية، 3 مكان ميلاد دكتور مجدي يعقوب بلبيس، 4 give a suitable title اعطي عنوان مناسب للقطعة دي، هنقول دكتور مجدي يعقوب او اي عنوان تاني مناسب للقطعة عادي، 5 why did مجدي يعقوب say family، لماذا اسرته اعتادت انها ايه ترافل تسافر لاماكن كتير عشان والده كان دكتور ايه مهم يعني because his father was an important doctor، 6 لماذا تعتقد دكتور مجدي يعقوب افتتح الجمعية الخيرية ديت للأطفال المرضى؟ ممكن نقول الإجابة دي to save عشان ينقذ early children أو to help يعني يساعد، يا help يا save، أو ممكن نجيبها من القطعة ونقول because، لأن نجيبها من القطعة عادي تبقى الإجابة دي أطفال المرضى إيه لم يعتادوا يعيشوا إيه وقت طويل كانوا بيموتوا يعني، هي إيه إجابة مناسبة عادي. السؤال اللي بعد، واحد the doctor asked me، الطبيب طلب مني to stay in bed، أن أظل في الإيه في الفراش for 3 days لمدة 3 أيام to not better عشان أتحسن تبقى get better، 2 we are not of being Egyptians، إحنا إيه إن إحنا مصريين فخورين بذلك براود، 3 أو I'm not is someone، هو شخص ما works for no money يعني بيشتغل ما ياخدش فلوس متطوع volunteer، 4 a brave person shows، الشخص الشجاع يظهر courage شجاعة.
صفحة 173، 5. Do you know the nuance between؟ يعني هل تعرف ايه ما بين كلمة no اللي حروفها كده وكلمة no اللي حروفها كده؟ هل تعرف difference الفرق؟ 6. The heart، نقط blood، يعني الدم، القلب يعمل ايه في الدم؟ يضخ الدم، bumps. 7. نقط which is made of gold، مصنوع من الذهب، and silver، والايه والفضة، is very expensive، تكون غالية جدا، اللي هي كلمة jewelry، مجوهرات. رقم 8 كده ايه؟ هنا في used to، ويجي بعدها الفعل في الايه؟ في المصدر drive، اما دي في ing ودي ماضي ودي تصريف تالت. 9. didn't يجي بعدها الفعل في الايه؟ في المصدر بردك، تبقى use. دي في ing ما تنفعش، ودي ماضي ودي في اس. رقم 10، وير، نقط، اين انت؟ يو يوز تو ليف، اين انت اعتدت تعيش يعني؟ وين يو وير يونج، لما كنت صغير. طبعا الكلام عن الماضي، ويوز تو فعل في المصدر، نستخدم فعل مساعد ديد. السؤال اللي بعده نعرف سبب الاجابات. رقم 1، جو هتبقى وانت، ماضي بسيط، عشان بيقول هنا ان انا روحت المدرسه ابتدائي 6 سنين قضيت فيها، يعني ده المقصود، فتبقى ماضي بسيط، خلاص حدث انتهى. رقم 2، زي ما قلنا في فعل مساعد ديد، نعيد الفعل اللي هو يوز ده المصدر وتبقى يوز. 3، قول في سنة 2018، معنى كده ان الكلام ايه؟ عن الماضي، الماضي البسيط، ماضي من وين؟ وان، فاز. 4، نفس الكلام، سنة 2000 وايه؟ 1917، سنة ماضية، تبقى في الماضي ووز. سميرة موسى اتولدت سنة ايه؟ 1917. صفحة 174، ودي خاصة بالأزهر الشريف، طبعا هي بالعرض كده، فالكتابة ايه، حجمها صغير، هنقولها بسرعة. إبراهيم وأحمد بيتكلموا عن الرياضات المفضلة. إبراهيم سأله سؤال، قال له رياضتي المفضلة كرة القدم، يبقى هيقول له What's your favorite sport؟ ما رياضتك المفضلة. وقال له What about you؟ ماذا عنك؟ مش هقول أي حاجة، لأنه قال له هنا الشطرنج ده هواية جميلة، I like chess، أحب الشطرنج. سأله سؤال، قال له يس اي وان، انا فزت بايه؟ مسابقة اسكندرية للشطرنج. يس بس فهم بهل، خلاص هنا وان دي ماضي بسيط، نجيب فعل مساعد ديد، حول اي الى يو، وهنا ايه، نعيد الفعل المصدر وتبقى وين. دي الاجابة. اللي بعد اختياري، حلينا شكله قبل كده، كونفيوز بمعنى يرتبك، يحير، دي اجابات الاختياري. دي معنى راعي او كفيل. القطعة بسيطة خالص، عند بنت اسمها سلمى، ديت ايه، دخلت المكتبة بتاعت باباها وخدت كتب، فباباها افتكر ان هي ايه، عايزة تقرا، خدت الكتب وحطيتها ايه، عند شجرة كده عشان ايه، تقطف ايه، حطيت الكتب فوق بعضها عشان تقف عليها وتقطف ايه، برتقال من الشجر. رقم 1 هنا بيقول ايه، why was Selma's father happy؟ ليه كان فرحان في الأول؟ بيحسبها إيه؟ بتحب القراية، يبقى الإجابة دي. دي 1، ودي 2، لماذا سلمى احتاجت الكتب عشان تقف عليهم؟ دي الإجابة. أدي إجابة الإيه؟ القطعة. وده سؤال الترتيب، ودي إجابته. نحل الأول قبل ما نشوف الإيه الإجابات دي عشان نستفيد، بعد كده نتأكد من إجابتنا. صفحة 178، ودي أسئلة عامة على الوحدات 1 و2 و3. فده محادثة كده، هبة بتقول لرحمة عن عطلة الأسبوع بتاعتها الماضية. هبة بتقول Where did you go last Friday؟ رحت فين الجمعة اللي فاتت؟ مش حول أي حاجة، إن المحادثة هنا راحت إيه، مزرعة عمها. يبقى الإجابة I went to my uncle's farm، ذهبت إلى مزرعة عمي. سألتها سؤال هبة، ردت وقالت I went to my uncle's farm by car، رحت بالسيارة. بتقول لها كيف رحت هناك؟ كيف هاو؟ وانت دي ماضي بسيط، نستخدم فعل مساعد did، نحول I إلى you ونعيد وانت للمصدر تبقى go. How did you go there؟ هي بسأل السؤال، ردت وقالت I helped my uncle with his work، يعني ساعدت ايه عمي في عمله. تقول لها عملت ايه هناك؟ ماذا what؟ طبعا الكلام عن الماضي، نستخدم فعل مساعد did. What did you do there؟ ماذا فعلتي هناك؟
هبة قالت: How long did you stay there؟ ما طول المدة اللي ايه قعدتها هناك؟ اي اجابة مناسبة. For 2 days، لمدة يومين، عشان دي عطلة نهاية اسبوع، مش هتقدر تقعد بقى اكتر من كده يعني. هي بقت لها: Did you enjoy there؟ هل استمتعت هناك؟ طبعا Yes I did، او Yes of course، اي اجابة مناسبة. السؤال اللي بعده الاختياري، دي اجابته، نحل الاول قبل ما نشوف الاجابات دي عشان نستفيد. دي بقت الايه، طبعا اسئلة متكررة لانها على التلات وحدات اللي فاتوا. دي بقت الاختياري. والسؤال اللي بعده دي برضك اجابته جاهزة، بس نفهم سبب الاجابات. 1، كلام هنا عن الماضي، قول عندما كنت صغير ووز، يبقى يوز دي هتبقى ايه؟ يوز دي اعتاد على يوز دي تو. 2، دي طبعا ايه؟ عايزين في هاف هنا، فالصح هتبقى هافنت، عشان تبقى هافنت جوت، يبقى الإجابة هافنت. 3، يستر دي يبقى ماضي بسيط، ماضي من فيرب تو بي ووز أو وير، اي هتبقى ووز. 4، يوجوالي تدل على المضارع البسيط، يبقى هنجيب فعل في الايه، في المصدر مع اي، هتبقى الاجابه هاف. وصلنا لنهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.